في مساء يوم 2 ديسمبر من سنة 2010، كانت عاملة النظافة في واحد من عمائر مدينة ميلبورن الأسترالية ماشية لغرفة النفايات في أسفل العمارة. العاملة ما كانت تحب تدخل هالغرفة وتتجنبها قد ما تقدر. الغرفة دائماً ما تكون متسخة وريحتها كريهة بسبب أن جميع نفايات العمارة تجمع فيها قبل ما تأخذها شاحنات النفايات. لكن اليوم بسبب عملها كانت مضطرة أنها تروح لهناك عشان تأخذ منها بعض أدوات التنظيف. العاملة وصلت للغرفة، فتحت قفل الباب ودفعت الباب عشان تفتحه، لكن الباب ما انفتح. مو بالضبط ما انفتح، الباب كان ينفتح شوي لكن كان فيه شيء ثقيل ورا الباب مانع من انه ينفتح كامل. عاملة النظافة دفعت الباب بالقوة الى ان انفتح كامل، كتمت نفسها عن الريح الكريهة ودخلت للغرفة. العاملة اخذت لها دقيقة عشان تستوعب المنظر اللي قدامها. ارض الغرفة كانت مليانة بالاوساخ والنفايات، لكن في وسط كل الاوساخ كان فيه سائل احمر طالع من آلة ضغط النفايات وممتد على ارض الغرفة. شكله وكأنه دم. عيون العاملة تبعت مسار الدم واللي امتد إلى أن وصل للمكان اللي كانت واقفة فيه عند الباب. هنا العاملة لاحظت الشيء اللي كان مانع الباب من أنه ينفتح، بين الباب والجدار. العاملة شافت كتلة ملتوية ومتسخة. كان على بالها أنها منكان أو مجسم في البداية، لكن لا، استوعبت بعدين أنها كانت جسم لامرأة وكان مغطى بالدم وما يتحرك. العاملة لقت جثة في داخل غرفة النفايات. في وسط مدينة ميلبورن الأسترالية فيها عمارة سكنية اسمها بالانسيا. العمارة كبيرة وتقع في منطقة تجارية، وأغلب سكانها من أصحاب الأعمال اللي اختاروا يسكنون فيها لقربها من مواقع الشركات في وسط المدينة. العمارة مستواها راقي وتوفر رفاهيات وخدمات مختلفة لسكانها، منها منتجع صحي وصالة رياضية ومسبح، وفي طابقها الأرضي فيه مقهى ومطعم إيطالي. بالإضافة إلى أن العمارة توفر لسكانها خدمات مثل التنظيف والصيانة على مدار اليوم. واحدة من سكان العمارة في سنة 2010 كانت شابة اسمها فيبي هانسجك. فيبي انتقلت للعمارة في شهر أكتوبر من سنة 2009 عشان تسكن مع شريكها في ذاك الوقت. بحسب من يعرفها، فيبي كانت شخصية مرحة واجتماعية وبسرعة كانت تكسب صداقة الناس. كانت مصورة ورسامة وتحب تقضي وقتها في الأنشطة الإبداعية. مع أن فيبي ظاهرا تبدو مرحة وسعيدة، إلا أن اللي يعرفون فيبي من قريب كانوا يدرون أنها كانت تعاني من مرض الاكتئاب. كانت تأخذ أدوية قانونية وغير قانونية لعلاج نفسها. لذلك البعض يقولون أن فيبي كانت دائماً تمر بحالات مزاجية متقلبة. ذوق فيبي في الرجال كان مثير للاهتمام. مع أنها امرأة عشرينية، إلا أن فيبي كانت عندها عدة علاقات سابقة مع رجال أكبر منها في العمر. في علاقتها الأخيرة كانت مرتبطة برجل أكبر منها ب17 سنة اسمه أنتوني هامبل. أنتوني هو صاحب شركة لتنظيم الفعاليات، وعمره كان 43 سنة في ذاك الوقت. تعرف على فيبي في سنة 2009، وبعد ارتباط مدته 6 شهور انتقلت فيبي عشان تسكن معاه في شقته الراقية في عمارة بالانسيا. في صباح 1 ديسمبر من 2010، أهل فيبي استقبلوا رسالة في جوالاتهم مرسلة من فيبي تقول فيها كلام غريب. تقول إنها ما بتصير إنسانة أحسن وإنها بتروح للمستشفى، واختمت الرسالة بغنية أطفال. معنى الرسالة ما كان مفهوم وخلى أهل فيبي يشكون أنه يمكن ما كانت في حالة زينة يوم رسلتها. في الواقع أهل فيبي كانوا يدرون أنه كانت تعاني من مشاكل نفسية وأن عندها عادات غير صحية مع استخدام الأدوية. هالرسالة خلت أهل فيبي يشكون بوضعها ذاك اليوم وحسستهم بالخوف عليها. بدأوا يتصلون على جوالها ويرسلون لها رسائل، لكن جوالها كان مغلق. أهل فيبي اتصلوا على شريكها أنتوني اللي كانت ساكنة معاه. أنتوني كان طالع للعمل من الصبح وقال أن جوال فيبي مغلق لأنه أخذها معاه يوم طلع ووداه لمحل صيانة لأنه فيه مشاكل في البطارية. يوم سألوه عن فيبي، أنتوني قال أنه شافها نايمة في السرير قبل ما يطلع وأنها كانت بخير، ما يحتاج يخافون عليها. أهلها طلبوا منه يرجع يطمن عليها مرة ثانية بس احتياط. أنتوني قال لهم أوكي، بيرجع للشقة وبيطمن عليها. لاحقا أرسل لهم رسالة جوال وقال فيها أنه رجع ولقاها للحين نايمة، كل شيء تمام وما يحتاج يشيلون أي هم. لاحقا في الليل فيبي اتصلت على أبوها وكلمته، قالت له أن كل شيء كان أوكي وأنها بخير، أنتوني كان موجود معاه لو احتاجت أي شيء فما يحتاج يخافون عليها. في هالاتصال فيبي ذكرت أبوها أنهم كانوا حاجزين لطلعة عشاء في مطعم في اليوم اللي بعده لها هي والأبوها والأنتوني، فبكرة بيشوفها وبيقدر يطمن عليها بنفسه. في اليوم اللي بعده يوم 2 ديسمبر وفي أول الليل،
والد فيبي اتصل على بنته عشان ينسقون لطلعة العشاء اللي توعدوا عليها، لكنه تفاجأ بأن اللي رد على اتصاله هو أنتوني. الأبو استغرب. طوال الفترة اللي عرف فيها أنتوني كانت هذه أول مرة يكلمه فيها على الجوال. أنتوني قال له أنه توه راجع للبيت من العمل، لكنه تفاجأ بأن فيبي مو موجودة في الشقة. الغريب أنها خلت كل أغراضها في الشقة، الجوال والشنطة والمحفظة والمفاتيح كلهم كانوا على طاولة المطبخ. كان شيء مو معتاد، وخصوصا أن باب الشقة يتقفل من نفسه، وفيبي ما بتقدر تدخل الشقة مرة ثانية لو طلعت بدون مفاتيح. والد فيبي خاف عليها، قال لأنتوني يبلغ الشرطة أنها مفقودة، لكن أنتوني قال له ينتظر شوي. ما مرت مدة طويلة على اختفائها، والشرطة ما تستقبل بلاغات الأشخاص المفقودين إلا بعد مرور 48 ساعة. الأبو وأنتوني قرروا أنهم بينتظرون شوي على أمل أن ترجع فيبي. خلال وقت قصير أنتوني اتصل مرة ثانية. هالمرة قال الأب أنه عثر على فيبي، قال أنه عثر عليها في أسفل العمارة وأنها ميتة. فيبي انتحرت. كان هذا هو أول شيء قالته الشرطة يوم عثر على جسدها ميتة داخل غرفة النفايات في أسفل العمارة. جسمها كان ملتوي بطريقة غير طبيعية، ورجلها اليمنى كانت شبه مقطوعة، ودمها كان منتشر في كل مكان وممتد من فتحة جهاز ضغط النفايات إلى باب الغرفة، وهو المكان اللي يبدو أنها فارقت حياتها فيه. بحسب الظاهر ومن علامات الدم، فواضح أن الطريقة اللي وصلت فيها فيبي إلى أسفل العمارة هي عن طريق السقوط من أنبوب النفايات. في كل دور في العمارة فيه غرفة صغيرة لحاويات النفايات، وفي جدارها فيه فتحة صغيرة مفتوحة على أنبوب يمر على كل الأدوار ويربطهم في نهايته بغرفة النفايات الرئيسية في أسفل العمارة. الفكرة هي أن أي أحد يقدر يتخلص من النفايات من الدور اللي هو فيه، والنفايات بتتجمع في الدور السفلي بدل ما تتجمع في كل دور من أدوار العمارة. شقة فيبي وأنتوني كانت في الدور الثاني عشر. إن كانت فيبي دخلت من الفتحة اللي في نفس دورها وطاحت للدور السفلي، فهذا يعني أنها طاحت مسافة تتعدى 30 متر. لكن من شكل الجثة وآثار الدم الموجودة في الغرفة، كان يبدو أن سقوط كل هالمسافة ما قتل فيبي مباشرة. فيبي طاحت على رجولها في داخل جهاز ضغط النفايات، واللي اشتغل عليها وكاد أنه يبتر رجلها اليمنى. مع ذلك فيبي قدرت أنها تطلع منه وتسحب نفسها إلى باب الغرفة، لكن نزيفها الحاد هو اللي تسبب بوفاتها. الشرطة تفقدت شقة فيبي ولقت داخلها أشياء لفتت انتباههم. أرضية الشقة كان فيها قطع من الزجاج المكسر، ومعاه قطرات دم منتشرة على الأرضية وفي أماكن متفرقة من الشقة. قطرات الدم تطلع من الشقة وتمتد في الممر إلى أن توصل إلى مكان فتحة النفايات من نفس الدور. أنتوني كان موجود داخل الشقة في وقت العثور على جثتها، وشاف الدم والزجاج المكسر يوم رجع من العمل، لكن بحسب كلامه إنه كان متوتر وخايف على فيبي ومركز على البحث عنها، فما قال لأبوه عنهم يوم تكلم معاه. الشرطة حاولت استخراج البصمات من فتحة النفايات والمناطق اللي حولها في الدور 12، لكن ما كان فيها أي بصمات صالحة للاستخراج. مو واضح إن كان هالشيء بسبب إن المواد المصنوعة من هالفتحة ما تمسك البصمات، أو إن ما كان فيها بصمات أصلاً. لكن في كل الحالات فريق التحقيق قالوا إنهم ما قدروا يلقون أي بصمات مفيدة. جثة فيبي أزيلت من العمارة في فجر اليوم الثاني وأخذت إلى التشريح. تشريحها كشف إن أغلب إصاباتها كانت في الجزء السفلي من جسمها، وهذا يعني أن سقوطها كان بشكل عمودي، بحيث أن رجولها هي أول شيء صدم في الأرض. رجل فيبي اليمنى كانت شبه مقطوعة، ويبدو أن السبب هو أن جهاز ضغط النفايات اشتغل تلقائيا وسكر على رجلها يوم طاحت في داخله. التشريح كشف أيضا أن جسم فيبي كان يحتوي على كمية عالية من الكحول وأدوية النوم. الشرطة أيضا عرفت عن شخصية فيبي أنها ما كانت دائما شخصية مستقرة، وأنها كانت تتعاطى أشياء مثل الكحول والأدوية. عرفوا أيضا عن تفاصيل علاقتها بأنتوني وأنها في الواقع ما كانت دائما علاقة مثالية. كانوا يترددون بين قرار الانفصال عن بعض أو محاولة إصلاح العلاقة. خلال 6 أسابيع اللي سبقت موت فيبي، الاثنين قرروا أنهم بينفصلون عن بعض 4 مرات، لكنهم كانوا يتراجعون عن هالقرار في كل مرة. الموضوع كان واضح بالنسبة للشرطة وما يحتاج تحقيق زيادة. وفاة فيبي كانت إما انتحار أو حادث. الشرطة قالت أن فيبي كانت شخصية غير مستقرة وفي علاقة غير مستقرة، وكانت تحت تأثير كمية عالية من الكحول وأدوية النوم، خلتها في حالة مثل الحلم وما عندها تحكم كامل في أفعالها أو سيطرة على مشاعرها. الشرطة توقعت أنها يوم كانت في الشقة كسرت كاس زجاجة على الأرض وانجرحت منه، وبعدين جمعت قطع الزجاج المكسر وخذتهم إلى غرفة النفايات، وبسبب الحال اللي كانت فيها قررت أنها تدخل في الفتحة إما للانتحار أو لأنها ما كانت في وضع يخليها تستوعب إيش كانت قاعدة تسوي بالضبط، وبهالطريقة انتهت حياتها. الموضوع ما يحتاج تحقيق أكثر.
هالكلام كان صدمة لعائلة فيبي. كانوا يشوفون أنهم يعرفون بنتهم اللي ربوها بنفسهم واللي عاشت طول حياتها معاهم، وقالوا أنه مستحيل تنهي حياتها بالطريقة. حتى لو كانت عندها مشاكل نفسية وفي علاقتها، فهي مثل الملايين غيرها حول العالم، عندها اكتئاب، لكن ما يعني أنها بتقتل نفسها. أهلها ما مرة شافوا منها علامة أو شيء يدل على أنها ممكن تنتحر في يوم من الأيام، وحتى طريقة الموت نفسها ما كانوا متخيلين شلون ممكن أن فيبي تقرر تنهي حياتها بهالطريقة في مكان ما يليق بغير النفايات، وكأن حياتها كلها ما لها أي قيمة. حتى وضع جسم فيبي كان يدل على أن لحظاتها الأخيرة ما كانت لحظات يأس وفقدان أمل، بالعكس فيبي كانت تحاول تسحب نفسها لباب غرفة النفايات وكأنها كانت تقاوم وتحاول إنقاذ نفسها إلى آخر لحظة. ما كانوا متخيلين أنها ممكن تقاوم بهالطريقة لو أنها فعلا قتلت نفسها بنفسها. جد فيبي بالذات ما أقنعه كلام الشرطة، وكان شايفه كله مليان ثغرات ومشاكل. في الواقع شكوك جد فيبي ما كانت جاية من فراغ. الجد واللي اسمه لورن كامبل هو شرطي ومحقق متقاعد، وعنده خبرة أكثر من 30 سنة في التحقيق الجنائي. كان يشوف أن تحقيق الشرطة في موت حفيدته كان فيه قصور وتجاهل لأبسط أساسيات التحقيق، واللي المفروض أنها ما تفوت أي محقق في حادثة من هالنوع. جد فيبي خذ قرار، إن ما كانت الشرطة بتاخذ موضوع وفاة حفيدته بجدية، فهو بيتولى الموضوع بنفسه. السؤال الأول بالنسبة للجد واللي كان يعتقد أن الشرطة ما عطتها الاهتمام الكافي، هو إذا كان ممكن على فيبي من الأساس أنها تدخل بنفسها في فتحة النفايات. في تاريخ أستراليا ما سبق وصار أن توفي أحد بسبب السقوط في فتحة نفايات مثل فيبي. خلال السنوات الأخيرة ما كان فيه غير حدثتين معروفتين لناس ماتوا بهالطريقة، ثنتينهم صاروا في أمريكا، لكنهم يختلفون عن طريقة موت فيبي بأن في كل الحالتين الضحايا دخلوا إلى الفتحة من جهة الرأس أولا، بينما فيبي تختلف عنهم بدخولها من جهة الرجلين أولا. ارتفاع الفتحة عن الأرض من تحت 67 سنتيمتر، وإذا انفتحت كاملة ارتفاعها من فوق يصير متر تقريبا، وهي مفتوحة تكون مساحتها حوالي 53 في 22 سنتيمتر بس، تقريبا بحجم جهاز لابتوب صغير، ومصممة بطريقة تخليها تتسكر تلقائيا إذا ما كان أحد ماسكها. جد فيبي كان يشك إن كان ممكن على حفيدته إنها تدخل فيها الفتحة الصغيرة بنفسها بدون أي مساعدة، وخصوصا إن ما كانت في كامل وعيها بسبب الكحول والأدوية. الجد تواصل مع الشركة المصنعة لأنبوب وفتحة النفايات وطلب منهم تصنيع نسخة مماثلة للي في العمارة. تواصل بعد مع بعض صديقات فيبي اللي لهم بنية جسدية مشابهة لبنيتها، وخلاهم يجربون الموضوع بنفسهم. تجربة الدخول في الفتحة كانت صعبة. صديقات فيبي اللي سووا التجربة كلهم عانوا في الدخول فيها. الفتحة ضيقة وتسكر من نفسها، واحتاجوا انهم يحشرون اجسامهم بطرق مؤلمة وغير مريحة للدخول لها، لكن بعد مجهود كبير قدروا اخيرا انهم يدخلون في الفتحة. هذا كان يعني ان الدخول في الفتحة بدون مساعدة مو بمستحيل، كان ممكن لكنه مو بسهل ويحتاج الى جهد كبير. الجد كان يتساءل ان كان ممكن على فيبي انها تبذل نفس الجهد في الدخول ان ما كانت في كامل وعيها. كان مقتنع تماما انها الشيء مستحيل، وأن دخول الفتحة محتاج وعي وتركيز كامل ولياقة جسدية عالية. الجد واللي كانوا معاه بعد سووا تجربة ثانية. دخول شخص بدون مساعدة إلى داخل الفتحة كان صعب، لكن شلون بيكون الوضع لو أحد دخل أحد ثاني؟ على عكس التجربة الأولى، هالتجربة كانت أسهل بمراحل. واحد من المساعدين حمل صديقة فيبي فوق كتفه بينما هي تتظاهر أنها فاقدة للوعي، وقدر أنه يفتح الفتحة ويدخلها فيها بسهولة، وخصوصا انها في هالحالة الجسم يكون مرتخي وما يقاوم ضيق المكان نفس لو كان الشخص في وعيه. هالتجربة خلت الجد متأكد ان فيبي ما دخلت في الفتحة بنفسها، وان فيه احد ثاني هو اللي دخلها فيها. غير مسألة الدخول في الفتحة، الجد كان شايف الكثير من التقصير والمشاكل في التحقيق، منها ان الشرطة ما اخذت تسجيل كاميرات المراقبة المثبتة في العمارة عشان تشوف شو اللي صار فعلا. للأسف كاميرات المراقبة ما تحتفظ غير بآخر 48 ساعة من التسجيل، وعليها حماية تخلي صعب على أي أحد أنه يوصل لملفات التسجيل. في حالة الحاجة للتسجيل لازم يحضر فني الشركة اللي ركبت نظام المراقبة في العمارة ويستخرج التسجيل بنفسه. مدير العمارة نبه الشرطة عن هالشيء أول ما صارت الحادثة، وإنهم لازم يأخذون التسجيل خلال أقل من 48 ساعة ولا التسجيل بيروح للأبد. لكن إما أن الشرطة اللي كانوا متولين الموضوع ما كانوا مبالين، أو أن الموضوع دخل في دوامة بيروقراطية خلت الشرطة تأجل الموضوع. ما حاولوا أنهم يحصلون على التسجيل إلا بعد 4 أيام من الحادثة، بعد ما فات الأوان. الجد أيضا لفت النظر للأشياء اللي كانت داخل شقة فيبي وأنتوني. الدم والزجاج اللي في الشقة كانوا ممكن يدلون على السيناريو اللي وصلت له الشرطة، يوم قالوا أن فيبي كسرت الزجاج وانجرحت منه وبعدين خذته إلى فتحة النفايات.
لكن الجد قال أن فيه بعد احتمالات ثانية ممكن أن الزجاج والدم يدلون عليها، مثل احتمال حدوث شجار أو اعتداء داخل الشقة تسببوا في تكسر الزجاج ونزيف الدم. كان يشوف أن الشرطة ما أخذت معلومات كافية عن اللي صار داخل الشقة وتسرعوا بالحكم. حتى غرفة النفايات في الدور الأرضي ما أحد فتشها زين أو تأكد إن كان فيها زجاج مطابق للي كان داخل الشقة عشان يأكدون نظرياتهم. الجد قال أن تسرع الشرطة في الحكم خلى من المستحيل تأكيد اللي صار داخل الشقة قبل سقوط فيبي في الفتحة. أحد الأشياء الثانية اللي فوتتها الشرطة هي النظر في الأجهزة الإلكترونية اللي كانت داخل الشقة. الأجهزة الإلكترونية كان ممكن تحتوي على دلائل إن كانت فيبي ناوية على الانتحار أو لو كانت مثلا معرضة للخطر بأي شكل من الأشكال، لكن الشرطة ما حاولت البحث في الأجهزة الإلكترونية عن أي دلائل. الجد وأفراد العائلة بحثوا في داخل الأجهزة بنفسهم وما لقوا فيها أي رسائل انتحار أو أي شيء يدل على أن فيبي ناوي تقتل نفسها، لكنهم لاحظوا شيء غريب. جميع الرسائل المرسلة من إيميل فيبي كانت محذوفة تماما. ما فيه سبب واضح ليش الرسائل كانت محذوفة، وهالشيء أثار شك أفراد العائلة إن كانت ممكن الرسائل تحتوي على شيء حاول أحد أنه يخفيه. في الواقع الجد كان عنده شكوك حول أحد معين، أنتوني. الجد ما كان يعرف أنتوني زين وما قابله شخصيا غير مرة واحدة، لكنه ما ارتاح له بحسب وصفه. أنتوني هو رجل أعمال غني وابن لعائلة غنية وذات علاقات قوية، أبوه وأمه اثنينهم قضاة في محاكم عليا، وأنتوني نفسه معروف في مجتمع مدينة ملبورن وله اسمه وسمعته. تصرفات وأقوال أنتوني في فترة الحادثة أثارت شكوك الجد وحسسته أنه كان يخفي شيء. أول هالأشياء هو كلام أنتوني بأنه خذ معاه جوال فيبي للتصليح في اليوم اللي سبق الحادثة. أنتوني طلع للعمل في ذاك اليوم في الساعة 9 الصبح والمفروض أنه خذ الجوال معاه، لكن أهل فيبي استقبلوا الرسالة الغريبة اللي جات منها في الساعة 10:30 الصبح تقريبا، في الوقت اللي المفروض الجوال ما يكون عندها. الجد قال أن ترتيب الأحداث بهالطريقة يخلي مستحيل على فيبي أنها ترسل الرسالة بنفسها، حتى نفس الرسالة كانت غريبة وما كانت بأسلوب فيبي وكأن أحد ثاني كتبها، لذلك الجد كان يعتقد أن أحد ثاني أرسل الرسالة، والمرسل سواء أنتوني أو غيره أرسلها بهدف التمهيد لوفاة فيبي وإثارة شك حولها وأنها ممكن تأذي نفسها. حتى بعد ما أهل فيبي كلموا أنتوني وقالوا له يرجع للشقة عشان يطمن عليها، أنتوني قال لهم أنه رجع له ذاك اليوم وأنها كانت بخير. لكن الشيء اللي أثار شك الجد هو أن مدخل العمارة له قفل إلكتروني يسجل دخول وخروج أي أحد، فالمفروض أنه سجل دخول أنتوني لو أنه فعلا رجع لها عشان يطمن عليها. لكن الجد راجع سجلات القفل وتفاجأ أنه ما كان فيه تسجيل لدخول أنتوني في ذاك الوقت مثل ما قال. ندري أن فيبي كانت حية في ذاك الوقت لأنها كلمت أبوها في الليل، لكن يبقى السؤال ليش أنتوني قال أنه رجع للعمارة إن ما كان فعلا رجع. حتى في يوم الحادثة نفسه تصرفات أنتوني كانت غير اعتيادية. يوم رجع أنتوني للشقة في الليل قبل ما يعثر على جسم فيبي، كان المفروض أنه لاحظ الدم والزجاج المكسر الموجودين في داخل الشقة. في الواقع هو يعترف أنه لاحظهم، لكنه يقول أنه كان خايف على فيبي ومشغول في البحث عنها، لذلك ما علم أبوها عنهم يتكلم معه. وشيء ثاني، بينما أنتوني في الشقة في الوقت اللي المفروض أنه مشغول في البحث عن فيبي، أنتوني اتصل على نفس المطعم اللي كانوا حاجزين فيه في ذيك الليلة وطلب منهم توصيل أكل للشقة، والكمية كانت لشخص واحد. أنتوني ما عرف أصلاً عن العثور على جثة فيبي إلا من عامل توصيل المطعم واللي قال لها عن الشرطة اللي كانت متجمعة داخل العمارة. هالتصرف ممكن ينظر له بأكثر من طريقة، لكن بالنسبة اللي يشكون في أنتوني طلب الأكل في مثل هالوقت كان يدل على برود ولا مبالاة من واحد المفروض أن شركته مفقودة، وخصوصا أنه طلب من نفس المطعم اللي المفروض أنهم يروحون له وبكمية لشخص واحد بس، وكأنه كان يدري أن فيبي ما بترجع. الجد كتب تقرير عن كل ملاحظاته وأرسلها للشرطة على أمل أنهم يعيدون النظر في موضوع وفاة فيبي وأن يفتحون تحقيق حقيقي هالمرة وبدون تسرع في الحكم. الشرطة ردت على الجد، شكروه على جهوده، لكن قالوا له أنهم راضين بالنسيج اللي وصلوا لها وأنه ما في شيء مثير للشك أو يستدعي التحقيق. عائلة فيبي ما رضت بهالكلام، حاولوا وحاولوا إلى أن قدروا بعد مطالبات عديدة استمرت لسنوات أنهم يقنعون الشرطة أخيرا بفتح تحقيق رسمي في سنة 2013 بعد 3 سنوات من وفاة فيبي. جميع الأدلة اللي كان ممكن تستخرج من مكان الحادثة ما صار لها وجود بعد كل هالوقت، فالتحقيق كان معتمد على استجواب اللي لهم علاقة مباشرة بفيبي من أهلها وأقربائها وأصدقائها. التحقيق ركز بالذات على شخصية فيبي وإن كان فيها علامات تدل على أنها ممكن تقتل نفسها أو لا. التحقيق استمر لمدة سنة تقريبا. بعد مرور هالسنة في سنة 2014 أصدرت الشرطة حكمها في القضية مرة ثانية، قالوا أن وفاة فيبي إن ما كانت انتحار
فهي حادث ناتج من تعاطي الكحول وأدوية النوم. ما في دليل على أن أي طرف ثاني له علاقة بالموضوع. كل الشكوك اللي طرحها الجد كانت تفتح أبواب للجدل والتساؤل، لكنها ما كانت تدل على شيء فعلي. القضاء يبنى على الأدلة ومب على التساؤلات والتوقعات. أغلقت قضية وفاة فيبي هانسجك واعتبرت رسميا مجرد حادث. أهل فيبي مرة ثانية كان عندهم صعوبة في تقبل نتيجة التحقيق، لكن ما كان في يدهم شيء أكثر يقدرون يسوونه. كان لازم يتقبلون أن موضوع وفاة فيبي إما أنه انتحار أو أنه بيبقى لغز غامض بالنسبة لهم. مرت السنوات ورجع كل أحد لحياته الطبيعية، ومع الوقت قل الكلام حول قضية فيبي هانسجك. إلى سنة 2018 يوم صار شيء ما أحد كان متوقعه، خلى الناس ترجع تتكلم عن القضية مرة ثانية. في يوم 23 من يونيو من سنة 2018 في أحد البيوت في مدينة ملبورن، كانوا زوجين راجعين لبيتهم من طلعة التسوق يوم تفاجأوا بمنظر صادم داخل بيتهم. أول ما دخلوا البيت لقوا بنتهم طايحة على أرض المطبخ، لون وجهها كان متغير والدم سايل من أنفها وفمها، ومربوط حول رقبتها حبل. أبوها حاول يتصرف بسرعة، خذ سكين وقطع الحبل وحاول ينعشها، لكن ما كان في فايدة، بنته كانت ميتة. اسمها هو بيلي شنايدر وعمرها كان 25 سنة في وقت وفاتها. بيلي كانت عارضة ومساعدة طبيب أسنان، انتقلت للسكن مع أهلها قبل وفاتها بسنة تقريبا عشان يساعدونها في إعادة حياتها إلى مسار سليم، لأنها في سنينها الأخيرة ما كانت تعيش أفضل أيامها. حياة الاستعراض جرتها إلى تكوين عادات غير صحية مع الكحول والمخدرات، وقادتها إلى اضطرابات نفسية وخلتها تفقد السيطرة على مسار حياتها. بيلي رجعت لأهلها عشان يساعدونها تتخلص من هالعادات ويساعدونها تلقى لها عمل مستقر، لكن يبدو أن عادات بيلي السيئة لحقتها حتى بعد ما راحت لأهلها. وفاة بيلي ظاهرا بدت وكأنها انتحار. من النظرة الأولى يبدو أنها شنقت نفسها، لكن أهلها لاحظوا أشياء غريبة. أولها أن بيلي ما تركت أي رسالة انتحار، والشيء الثاني هو أن الحبل اللي كان مربوط حول رقبتها ما كان متصل بأي شيء من الجهة الثانية. يمكن أنه كان مربوط بشيء لكنه فرط، بس يبقى سؤال وين ممكن ينربط ما له جواب واضح. بيلي امرأة طويلة، طولها 178 سنتيمتر، وما في مكان في المطبخ ارتفاعه كافي عشان تربط فيه الحبل وتشنق نفسها. هالشيء خلى أهل بيلي يشكون أن يمكن وفاتها ما تكون انتحار، كانوا يعتقدون أن بنتهم ماتت مقتولة. آخر مرة أهل بيلي شافوها كانت في الصبح قبل ما يطلعون من البيت، وقتها كانت تبكي وقالت لهم أنها انفصلت عن شريكها. بحسب أصدقائها اللي كانوا معاها في الليلة اللي قبل، فهي كانت مع شريكها في أول الليل وبعدين مشت عنه وراحت لبيت أحد أصدقائها، لكنها كانت تتراسل معاها على الجوال طوال الليل والانفعال كان واضح عليها. شريكها كان أكبر منها في العمر، وقتها عمره 51 سنة، وهو رجل غني وصاحب لشركة لإدارة الفعاليات واسمه أنتوني هامبل. أنتوني واعد بيلي لمدة 9 شهور قبل وفاتها. خلال هالفترة بيلي كانت متكتمة حول العلاقة، نادرا ما كانت تقول لوالدينها عنها وما كان يعرف تفاصيلها غير أختها وبعض أصدقائها. الشرطة حققت مع أنتوني وبحسب كلامه فيقول أنه خلال فترة علاقتهم كان دائما ينصح بيلي ويحاول يساعدها في السيطرة على حياتها، لكن بدون فايدة. الشرطة راجعت الرسائل اللي كانوا يتبادلونها بيلي وأنتوني على جوالاتهم قبل الحادثة، وتأكدوا أنه فعلا صار بينهم خلاف أدى إلى انفصالهم قبل وفاة بيلي بساعات قليلة. على كل حال، مثل ما في قضية فيبي هانسجك، أنتوني ما اعتبر مشتبه به في تحقيقات الشرطة. فيه كلام أنه أصلا كان بعيد عن بيت بيلي في وقت وفاتها، وأنه كان في اجتماع عمل وما كان ممكن عليه أنه يدخل البيت في ذاك الوقت. الشرطة قالت أنه ما فيه دليل على دخول أي أحد للبيت في وقت وفاة بيلي، ومع أن بعض ظروف وفاتها ممكن تكون مجهولة أو مواضحة، مثل سؤال وين ممكن ينربط الحبل اللي خنقها، إلا أنها الظروف ما تثير الشك ولا تدل على حصول جريمة قتل أو تدخل من طرف ثاني. القضية أغلقت واعتبرت حادثة انتحار مثل وفاة فيبي هانسجك. امرأتين واعدوا نفس الرجل وثنتين هم انتهت حياتهم تحت ظروف غامضة. هل هي صدفة ولا حظ سيء ولا شيء ثاني؟ الشرطة قالت عن قضية بيلي أن مع أن ظروفها مواضحة إلا أنها مو مثيرة للشك. هالشيء يخليني أتساءل إذا كان هالكلام ينطبق على كل شيء في هالقضيتين. أحيانا نشوف الشيء مثير للشك لأن هذا اللي نبي نشوفه. كل شيء في هالقضيتين ممكن نظر له بأكثر من طريقة ونقدر نفسره على أنه يدل على حصول جرائم قتل
لكن في نفس الوقت نقدر ننظر الموضوع بعد على أنه غامض لمجرد أنه ناقص معلومات. الكثيرين قالوا عن تصرفات أنتوني أنها تدل على تورطه بوفاة فيبي، مثل مسألة توقيت أخذه للجوال وتعارض كلامه مع سجلات دخول العمارة وتجاهله لموضوع الدم والزجاج المكسر، أو حتى طلبه للأكل في الوقت اللي كانت فيبي مختفي فيه. لكني أتساءل شو بيكون الرأي عن هالتصرفات لو أنها صارت تحت سياق ثاني. ممكن أن أنتوني فعلا سوى شيء لفيبي، وأنه كذب حول تفاصيل تحركاته في فترة وفاتها، وأنه طلب الأكل لأنه كان يدري أنها خلاص ما بترجع. لكن في نفس الوقت ممكن النظر لجميع هالتصرفات بطرق ثانية، يصير أن أنتوني ببساطة نسى وغلط في التوقيت. يمكن أنه ما أخذ الجوال للتصليح في نفس الوقت اللي يتذكره، وأنه أخذه في وقت ثاني، ويصير أن أنتوني كذب على أهل فيبي وقال لهم أنه رجع وتطمن عليها، لكنه في الواقع ما رجع. هالتصرف فيه تقصير، لكنه لوحده ما يخلي أنتوني مجرم. وبالنسبة للدم والزجاج، فممكن أنه فعلا أنتوني كان متوتر مثل ما قال، وما تصرف بشكل صحيح في ذاك الوقت. وممكن أنه جزء من شخصيته هو أنه يجوع ويصير يبي يأكل إذا توتر، وهذا اللي خلاه يطلب له أكل في ذاك الوقت. نقدر نفسر الموضوع بأي طريقة نبيها، وفي كل الحالتين سواء كانت تصرفات أنتوني تدل على أنه قاتل، أو إن كانت تدل على تقصير أو حظ سيء، يبقى المفروض أن الأدلة هي اللي توصلنا للحقيقة، مو بالمفروض أن النتيجة اللي ودنا فيها تكون هي اللي تحكم تفسيرنا للأمور. يبقى موضوع وفاة امرأتين وعدوا نفس الرجل بطرق غامضة شيء غريب وما يصير كل يوم. البعض يقولون أن ما كان أنتوني قتل فيبي وبيلي بيده مباشرة، فيمكن أن معاملته لهم هي اللي قتلتهم. يمكن أن أنتوني ما كان يعاملهم بشكل زين وكان يضغط عليهم، وأن هالمعاملة هي اللي قادتهم ثنتينهم إلى الانتحار، لكن تبقى هذه مجرد توقعات. القضيتين ثنتينهم مليانين أسئلة ويحتملون كل أنواع الإجابات. هل ممكن تكون وفاة فيبي وبيلي انتحار؟ يمكن أو يمكن لا. هل ممكن على فيبي أنها تدخل في الفتحة بنفسها؟ يمكن وبعد يمكن لا. هل ممكن على بيلي أنها تشنق نفسها في المطبخ؟ الجواب هو يمكن أو يمكن لا. هل ممكن أن تحصل صدفة وأن يموتون امرأتين وعدوا نفس الرجل بطرق غريبة؟ ممكن وبعد ممكن لا. هل بيجي يوم نعرف فيه الحقيقة الكاملة؟ يمكن ويمكن لا.